أعلنت الأحزاب السياسية منح ثقة كاملة ولكنها مشروطة للحكومة الجديدة. يأتي ذلك بعدما شكلت 11 جلسة نقاشية قنعت الأحزاب حول الفارق القوي الذي سوف يحدثه البرنامج في مستوى ونمط حياة رجل الشارع. ثقة كاملة ولكنها مشروطة منحتها الأحزاب السياسية للوزارة الجديدة. بعدما لمست من خلال برنامج واعد وطموح عزم واصرار الحكومه الجديده على استكمال مسيره البناء والتنميه. 11 جلسه نقاشيه شكلت قناعات الاحزاب حول الفارق القوي الذي سيحدثه البرنامج في مستوى ونمط حياه رجل الشارع. وبناء على تلك النقاشات قالت الاحزاب كلمتها حيث اعلن حزب مستقبل وطن موافقته على برنامج الحكومه الجديده بعد 70 ساعه من النقاش والرد على جميع الملاحظات التي اوردها النواب. كما اعلن حزب حماة الوطن تاييده لتوصيه لجنه دراسه برنامج الحكومه ولا سيما بعد عمليات الدمج والفصل واستحداث حقائب وزاريه في اهم الملفات وهي ملفات التنميه الصناعيه والبشريه وفي حزب الوفد اعلنت الهيئه البرلمانيه للحزب موافقتها المطلقه على الدراسه المستفيضه والفحص المدقق من قبل اعضاء الحزب وأكد الحزب متابعته كل ثلاثة أشهر لما يتم تنفيذه على أرض الواقع. بدورها أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب موافقتها على البرنامج مع تأكيدها على ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواكبة الظروف الإقليمية والدولية بالغة التعقيد. وقد أكد حزب الشعب الجمهوري على أن البرنامج جاء محققا لآمال الجماهير وتطلعاتهم فيما وصفه حزب مصر الحديثة. بالبرنامج الطموح الذي اعطى اولويه لضبط الاسعار والرقابه على الاسواق مما يعكس اهتماما كبيرا برجل الشارع وهو المعنى الذي كرره حزب مصر الحديثه مشددا على ضروره دعم القوات المسلحه ورجال الشرطه لمواجهه التحديات وتعزيز دور الدبلوماسيه البرلمانيه على المستوى العالمي لتنال مصر مكانتها المستحقه بجمهوريه جديده ذات فكر جديد